أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع القسم الثامن من كيفية حساب الخمس تحت عنوان ماذا أخمس، نتكلم في هذه الليلة عن مهر الزوجة. اتفق الفقهاء على أنه لا يجب على الزوجة أن تخمس مهرها. مهر الزوجة من الأمور المستثنى من الخمس، حتى لو بقي هذا المهر عندها لسنوات وسنوات، دائما يكون بالنسبة إليها معفيا من الخمس. وعندما نتكلم عن المهر نقصد المقدم منه والمؤخر، فإذا كان مقسم إلى هالقسمين فكلا القسمين من المستثنيات من الخمس. يعني لو بعد كم سنة من زواجهم أعطاها المؤخر، فحين ذاك هذا أيضا المهر يبقى معفي من الخمس بعد سنة وسنتين وثلاث إلى آخره. سواء كان المهر بصورة نقدية أموال، أو كان المهر عبارة عن سبائك ذهبية مثلا، أو كان المهر مصوغات ذهبية، أو غير ذلك من الأمور العينية، يعني غير النقود، في كل الأحوال هو مستثنى من الخمس. الآن بعض الاستفتاءات في هذا الإطار، وهذه الاستفتاءات تعطي أمثلة لحالات مختلفة. شخص لا يخمس، هذا الرجل لا يخمس، وأراد أن يتزوج فدفع مهرا قدره كذا وكذا. الآن بعد ما قدم المهر وكذا، بعد مدة يريد أن يخمس، يبي يلتزم بهذا التشريع، فهل يجب عليه أن يخمس هذا المهر المدفوع؟ هو خرج من ملكه وذهب إلى الزوجة. الآن هو مطلوب خمس هذا المبلغ ولا لا أم لا؟ وإذا كان لا يجب عليه، فهل يجب تخميسه على الزوجة أم لا؟ الزوجة مكلفة بهذه الفلوس على اعتبار أن هذه الفلوس مو مخمسة، الزوجة لازم تخمسهم ولا لا؟ يقول السيد السيستاني: أما الزوجة فلا يجب عليها تخميس ما تستلمه مهرا لها، هي بالنسبة لها معفية من الخمس ما دام أن هذا مهر، حتى لو الزوج ما كان يخمس، هي ما لها شغل فيه، تكليفها هي بأن ما عليها خمس تجاه المهر. وأما الزوج، عندنا حالتين: حالة أن يوم كانت هذه الأموال في ملكه قد ترتب عليها الخمس، شلون؟ مثلا على مدى 3-4 سنوات جمع المبلغ وبعدين قدمه للزوجة، فنتيجة مرور أكثر من سنة على هذه الأموال عنده، فحين ذاك هو مكلف بماذا؟ كان مكلفا بإخراج خمس هذا المبلغ، فإذا في ذمته خمس هذا المبلغ. مثلا 5,000 دينار كان مجمع على مدى سنوات، فحين ذاك هو مكلف بخمس هذا المبلغ. وأما في الصورة الثانية أن لا، في الشهور الأخيرة قبل ما يتزوج جمع له مبلغ، راتب ورا راتب ورا راتب، جمع له مثلا 1,000 دينار من 3-4 شهور من هذه السنة وقدمهم كمهر. نتيجة أن هذا المبلغ ما مر عليه سنة يوم كان هو يجمعه، فحين ذاك هذا المبلغ ماذا؟ معفي من الخمس. أو نفرض أن هذا المبلغ وصله كإرث من والده، تمام؟ وما كان مكلف بخمس، فحين ذاك أيضا هذا المبلغ لو كان ظال عنده سنين، أيضا هذا المبلغ يعتبر ماذا؟ في ذمته، كان ما عليه خمس، بالتالي ما عليه شيء الآن. وأما الزوج،
فإن كان ما عينه مهرا من أرباح سنة الإمهار، يعني في نفس السنة وكان ينبع على مبلغ وقدمه كمهر، فليس عليه خمسة. وإن كان من أرباح سنة سابقة عليه، في السنة الأولى يجمع له 1000، السنة الثانية يجمع له 1000، السنة الثالثة يجمع له 1000، السنة الرابعة يجمع له 1000، السنة الخامسة اللي تزوج فيها يجمع له 1000، كم صاروا؟ 5000. مالت السنة الأخيرة معفية، يبقى كم؟ 4000 يخمسهم، فإذا هو مطلوب كم؟ 800 دينار، خمس الأربعة آلاف. وإن كان من أرباح سنة سابقة عليه فهو ضامن لخمسه. يسألون سؤال ثاني، المعروف أن المهر لا خمس فيه، ولكن من المتعارف عندنا أن تقدم إلى المرأة بالإضافة إلى المهر وليس منه، ما يحسب من المهر، لكن مع المهر حقيبة فيها مجموعة من الأغراض وشبكة الذهب، فهل يجب الخمس فيها؟ هي عليها خمس الزوجة أن تخمس هذه الأشياء، وعلى فرض وجوبه فهل يجب على الزوج أو الزوجة؟ وهل يفرق بين استخدامها وعدمه عند حلول رأس السنة الخمسية ولا ما يفرق؟ الجواب، إذا دفعه الزوج أثناء سنته، نفس الكلام اللي كنا نقوله على منه؟ على المسألة السابقة بأنه خلال سنة واحدة مجمع ولا على مدى سنوات. إذا دفعه الزوج أثناء سنته، يعني هو بنفس السنة يجمع هذه الأشياء، فلوسها أو هي نفسها يجمعها على أساس أنه يقدمها مع المهر، وكان بالمقدار المناسب لشأنه أن يهديه إلى الزوجة، يعني ماكو إسراف في البين، هو لم يسرف في البين، هذا وضع الطبيعي، فلا يجب عليه الخمس، لأن شنو؟ لأن مال السنة فهو مو مطلوب شيء. وأما لو كان ميمعهم قبل فإذا بتكليفة ماذا؟ نفس 4000 اللي قلنا عنهم قبل شوي. وأما الزوجة فإن استخدمته أثناء سنتها، سيدي السيستاني يقول إذا خلال السنة اللي وصل لها استخدمتها الأشياء وكان مناسبا لشأنها فلا يجب الخمس عليها أيضا، مو واجب إنها شنو تخمس، لأنه استعملتها الأشياء في حاجتها خلال نفس السنة. وإلا يعني لو هذه الشبكة ما لبستها أصلا، أو الهدايا مثلا عطور كذا ما افتحتهم وخشتهم وطافت السنة، حين ذاك شي يصير عليها؟ يصير عليها خمس. ليش؟ لأن السيد السيستاني يعتبر أن الهدية أو الهبة عليها خمس إذا طاف الحول. لو كان على فتوى سيد الخامنئي راح يقول شنو؟ أيضا معفية، لأن عنده الهبة أيضا ما عليها خمس، واضح؟ بس السيد السيستاني يعتبر الهبة إذا ما استعملناها في الحاجة وطاف الحول، وهذا الأمر تكلمنا عنه، راح يكون عليه خمس. سؤال آخر يسألونه، هل يعتبر الذهب الذي يقدمه العريس لعروسه هبة أم جزءا من المهر؟ إذا هبة ممكن يصير على خمس إذا ما لبسته ما استعملته، أما إذا مهر فلو قعد عندها سنين وما لبسته شي يكون عليه؟ ولا شيء. فيسألونه يقولوا له الذهب اللي يقدم العريس للعروس هبة أم جزء من المهر؟ وإذا لم يستخدم لمدة سنة هل يجب عليه فيه الخمس؟ جواب، لا يعتبر مهرا إذا لم يذكر حين العقد بعنوان المهر. يوم صار عقد الزواج شنو كتبوا المهر؟ 5000 دينار. طيب اذكروا هذا الذهب وياه ولا ما ذكروا؟ مدام ما ذكروا إذن هو شنو؟ مو مهر، هو هدية ليس بمهر. الشبكة مثلا إذا ما ذكروها ضمن العقد كمهر إذن هي ليست مهر، هي بحكم ماذا؟ الهدية. لا يعتبر مهرا إذا لم يذكر حين العقد بعنوان المهر، فيجب الخمس.
الآن متى يجب الخمس؟ إذا ما استعملته في حاجتها، هذا واحد. ثانيا إذا حال الحول، وإحنا شرحنا من ثاني جلسة أو أول جلسة أن رأس السنة بالنسبة للي يشتغل غير عن رأس السنة للي ما يشتغل، اللي عنده مدخول من خلال عمل وضعه يختلف عن اللي ما عنده عمل ومدخول من خلاله. اللي عنده عمل ومدخول من خلاله عنده رأس سنة خمسية، اللي هو يوم تاريخ تعيينه، صح ولا لا؟ بداية عمله، هذا اللي قلناه. واللي ما يشتغل عنده 365 يوم عشان يصير شنو؟ رأس السنة. نشوف الزوجة هذه تشتغل ولا ما تشتغل؟ إذا كانت تشتغل متى رأس سنتها الخمسية؟ يمكن بعد شهر. فإذا هي في غضون شهر ما استعملت هذا، راح يصير عليها شنو؟ بعد شهر راح يصير عليها خمس. زين إذا هي ما تشتغل راح يكون عندها مجالش كثر؟ 365 يوم من تاريخ ما استلمت هذا عندها مجال أن تستعمله. إذا ما استعملته خلال هالأيام حين ذاك نقول عليها الخمس. فيجب الخمس حتى لو لم تمر سنة. إذا كانت المرأة ذات مهنة فإنه يكفي لوجوب الخمس حلول رأس سنتها المالية، اللي هو تاريخ توظيفها، متى توظفت هذا رأس سنتها الخمسية، تخمس إذا مو مستعملته. طيب سؤال، هل يجب الخمس فيما تم شراؤه بالمهر؟ هي استلمت مهرها 5000 دينار، راحت اشترت سبايك ذهبية وفتحت تجوري وخشتهم هناك وطاف السنة، عليهم خمس ولا لا؟ يقول لا يجب. صحيح كانوا فلوس وصاروا ذهب، هو معفي من الخمس. شرت فيها قطعة أرض، شرت فيها شقة، شرت فيها كذا، على كل حال يعتبر ماذا؟ معفي من الخمس. يسألون سيد الخامنئي، ذكر في كتاب تحرير الوسيلة، رسالة العملية للإمام خميني، أن مهر المرأة لا خمس فيه، ولم يذكر المعجل أو المؤجل، يعني هذا يشمل الاثنين، واحد منهم شنو؟ نرجو أن توضحوا ذلك. جواب، لا فرق في ذلك بين المهر المعجل والمؤجل، ولا بين النقد والمتاع، يعني سواء معطيها ذهب ومعطيها شقة، معطيها سيارة، معطيها فلوس، المهر معفي من الخمس، مقدم كان أو مؤخر. والحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد.